فقدنا الثقة من جميع المسؤولين اللي كيبيعوا ويشريوا في هذا القطاع. إخوان التغطية الصحية جبروا راسهم داخلين بالتغطية الصحية وعندهم كريدي كبير. كريدي كبير بزاف، يعني هل اللي عنده 7000 درهم، اللي عنده 4000 درهم، عنده 3000 درهم. الدعم كيجي في الاسم ديال الباترون، الشيفور ما كيتوصل لا بالدعم لا بوالو. طلعت علينا 5000 6000 درهم من الواحد، عاد كيعيط لك يقول لك راك جينا مسجل عليك كريدي. الباترون كيدخل مليون و200 مليون مليون ونص في الشهر، عنده 10 4 5 6 كاين اللي وصلوا حتى 20، كاين وصلوا حتى 40، كاين اللي وصلوا حتى 100 مأدونيه كيمتلكها، كيشابر الشيفور يعني كيف ما بغى، كيفرض عليه الريسيتا يعني بواحد الحد اللي هو خيالي. التاديه ديال التغطيه الصحيه يتحملها المشغل ديالنا. الاله رجعنا بحال الاله، يعني خصك الهم الواحد ديالك هو جمع الريسيتا تعطيها الشناق، الا بقات لك شي حاجه تبارك الله ما بقات لك شي زياده على ذلك. الدعم ديال المازوت هذه الأضحوكة اللي قالوا لنا يعني الدعم ديال المازوت هذا راه أضحوكة كيضحكوا بها على الشيفر، ما خصناش حنا الدعم ديال المازوت ما كرهناش يتوقف، لأن 90% ديال السائقين ما استفدوش من الدعم ديال المازوت. السلام عليكم إخوان، حنا عندنا راه دعمنا واحد عاملين واحد النداء، واحد الملتمس اللي كيهموا الأمر ديال المشرفين على السائل، اللي كيهم المشاكل ديال السائق المهني، عندنا واحد النداء لهم. حنا عندنا ضغوطات، كنعانيو من ضغوطات، كنعانيو من إكراهات، كاين اكراهات بخصوص دابا الحد الاكراه الراهن دابا اللي كنجينا حنا كنهضروا عليه هو دي المساله ديال التغطيه الصحيه. اخوان التغطيه الصحيه جبروا راسهم داخلين بالتغطيه الصحيه وعندهم كريدي كبير، كريدي كبير بزاف، يعني هل اللي عنده 7000 درهم، اللي عنده 4000 درهم، عنده 3000 درهم، وسائق مهني يعني المدخول ديالو محدود، واحد يعني شحال غادي يخدم، يعني مصاب يتكافى مع البقاله ومع الزيت ومع السكر، يعني عدد جبرتينا 4000 درهم او 5000 درهم او لا عنده 3000 درهم. كاين اخوان اللي عندهم جوج فئات، كانوا اللي عندهم جوج فئات بحال دابا نقولوا مقاول ذاتي، وكان عنده هذه خلاهم جبيهم اقتطعوا وطلعوا له جبيهم، يعني لا فئه ديال المقاول ذاتي طلعوا له التغطيه الصحيه ديالها ولا التغطيه الصحيه ديال الاجباريه ديال البطاقه المهنيه. يعني كاين بزاف الاكراهات كيمر بهم السائق المهني، والاخوان هنا جاو اللي ما يعبروا على الصوت ديالهم، هذا الشيء هذا نشوف مع المعنيين بالامر يشوفوا لنا حل لهذا المشكل هذا. المطالب يعني هما كانت الدوله يعني بين قوسين كتفتح واحد التمديد وفتحت اعفاء، دابا ما كرهناش يعاودوا التمديد ويعاودوا الاعفاء، لان كاين اخوان ما كانش في راسه بان عندهم كريدي في الحساب ديالهم، انهم مشاو هما عند الشبابيك ديال الضمان الاجتماعي ودلاو بالبطاقه ديالهم، قالوا ما عندكم والو. كيتفاجئوا مؤخرا من بعد شهر 5 وتوقف هذاك التمديد وتوقف هذاك الاعفاء، لان كتبر عندهم 3000 4000 درهم. يعني واش هذا الشيء هذا كان يعني كان مقصود انهم كانوا كيمشيو عندهم يقولوا ما عندكم شيء، لان تتمر هذيك المهله ديال التمديد ما عرفناش بالضبط شنو، هنا كيبقى واحد العلامه الاستفهام مطروحه كبيره. السلام عليكم، احنا الصوت ديالنا والشكايه ديالنا كنبلغوا الرساله ديالنا الملك ديالنا محمد السادس، لان فقدنا الثقه من جميع المسؤولين اللي كيبيعوا ويشريوا في هذا القطاع، هذا القطاع ديال المأدونيات، لا الصنف الاول ولا الصنف الثاني. الصراحه الله راه وقع فيه واحد التخرويض كبير وكبير بزاف، راه وقع واحد الملابسات كبيره على بالاخص في الجانب ديال السائق المهني اللي هو مزاون لهذه المهنه هذه، اللي كيخلص الريسيتا الباترون ما معترفش به، الدعم كيجي في الاسم ديال الباترون، الشيفور ما كيتوصل لا بالدعم لا بوالو. المهم هذه المهنه هذه خصها واحد الغربله كبيره، لان حنا كنعيشوا واحد المضايقات كثيره. عدلنا البطاقه المهنيه، وزارة التجهيز والنقل دخلتنا في السيستم توصيل الضمان الاجتماعي، تراكمات ديال الديون كتعمر علينا بدون استشارة ديالنا، كتمشي كتجبر عليك 8 شهور 6 شهور كذا، انت كتجبرك خدام 4 ايام ولا 3 ايام في السيمانة، ما كايناش شي جهة معترفة بك اصلا، انت كتبوينتي مزاول يومي بحال عطاش خدام بالنهار ديالك، ما كايناش شي جهة اللي معترفة بك انك كتزاول هاد المهنة كباقي المهن. حنا خصنا هذا القطاع يتنظم، هذا القطاع ما يبقاش عايش في العشوائيه. الباترون كيدخل مليون و200 مليون مليون ونص في الشهر، عنده 10 4 5 6 كاين اللي وصلوا حتى 20، كاين اللي وصلوا حتى 40، كاين اللي وصلوا حتى 100 مأدونيه كيمتلكها، كيشابر الشيفور يعني كيف ما بغى، كيفرض عليه الريسيتا يعني بواحد الحد اللي هو خيالي، 40000 فرانك 50000 فرانك في النهار، في الصيف كتوصل حتى 600 درهم في النهار، يعني بين الصباح والعشيه. عمر المازوت من طهرك كيجي الدعم كيداه،
اذا بغيتي منك عدد الولايه كتخرج في بيرميات يوميا، بيرميات خارجه شي فور مهرق، يعني هذا الشيء هذا خصو واحد الحد، خصو واحد مراقبه صارمه. حنا كنطالبوا سيدنا محمد السادس يتدخل في هذا الموضوع هذا، لان صراحه الله راه حنا ملينا وعينا. هذا القطاع هذا في العشوائيه اللي هي لا نظير لها ولا مثيل لها في هذا الوطن. هذا القطاع ديال المأدونيات كيعيش واحد التخرويض، واحد التخرويض كبير بزاف بالاخص في هذه المدينه هذه على الصعيد الوطني ككل. معكم حامد بن لوطا، سائق مهني مجاول لمده 20 سنه في هذا قطاع السيارات الاجره الصغيره. واليوم جينا مع معيه هذ الاخوان الوجوه النيره باش نحتجوا على الطريقه اللي نزلت بها الحكومه هذا الورش ديال الحمايه الاجتماعيه، وقصونا بزاف ديال الامتيازات اللي عند قطاعات اخرى بحال مثلا التعويضات العائليه. حنايا مقصيين منا، دخلونا في مؤشر ومقصيين تم من نقط ديال التقاعد، عملوا لنا غير التغطيه الصحيه بوحده 200 درهم في الشهر. حسبونا حنايا دابا حنايا مصنفين غير اجراء، وعملنا التعريفه ديال الاجاره، يعني عملنا التعريفه ديال الاجاره وما عندناش امتيازات ديال الاجاره، يعني حنايا مع الاجاره غير في التعريفه. وزياده على ذلك طلعوا على الاخوان ديالنا واحد يعني مجموعه ديال الكريديات هما في راسهمشي، يعني ماشي نهار الاولى اللي سجلوا قالوا لهم يا اجي يا فلان راك نتينا مسجل، تا طلعت علينا 5000 6000 درهم من الواحد عاد كيعيط لك يقول لك راك نتينا مسجل عليك كريدي. مي غيجيب سائق مهني 4000 درهم باش يسوي الوضعيه ديالو مع الصندوق، ما عندوش كيفاش يعمل. هو يعني مضغوط مع الشناقه شابرين من عنقه بالريسيتا زايده، ومازوت كيدير واحد 50 درهم في النهار من قوت اليوم من ولادو، يعني تزاد في المازوت. الشناقه ما كيرحموش، خصك تنزل الريسيتا. الدوله ما مسوقاش هذه الطائفه ديال السائقين، ما قالت ما علمش حتى مره، ما قالت ما كاينش اللي دافع علينا بالعربيه. النقابه سامحين فينا مره، يعني بالعكس كيتامروا علينا، ماشي سامحين فينا كيتامروا علينا. يعني هما اللي وقعوا على هذا المركز ديال الخماسيه، هي اللي وقعت على هذا القانون هذا المشؤوم هذا ديال التغطيه الصحيه بدون استشاره الطبقه العامله. ما استشروش مع الاخوان باش يقولوا لهم يعني المسائل اللي كدور السائق. ودابا حنا بقينا مورطين، يعني وجات واحد الفتره ديال التمديد ديال الاعفاء كانت يعني من شهر 12 من شهر 5. كاين بعض الاخوان اللي كانت عندهم الامكانيات باش يغتنموا ديك الفرصه هذيك، يعني يغتنموها سووا الوضعيه ديالهم. كاين اللي ما كانش عنده الامكانيات باش يسوي الوضعيه ديالو، يا سواء الامكانيات الماديه ولا المعلوماتيه. يعني كاين بعض السائقين دابا ما عارفينش، اخر يخدم كيجي كيديماري حتى الزيت ما كيشوفوش، كيديماري كيجمع الريسيتا بحال اله. رجعنا بحال اله، يعني خصك الهم الواحد ديالك هو تجمع الريسيتا تعطيها للشناق الا بقات لك شي حاجه تبارك الله ما بقات لك شي. زياده على ذلك الدعم ديال المازوت، هذه الاضحوكه اللي قالوا لنا يعني الدعم ديال المازوت هذا راه اضحوكه كيضحكوا بها على الشيافر. ما خصناش حنا الدعم ديال المازوت، ما كرهناش يتوقف، لان 90% ديال السائقين ما استافدوش من الدعم ديال المازوت. كيديو لهم الدعم ديالهم، ملي كتمشي تهضر مع الولايه كيقول لك راه هو القضاء، كتمشي تهضر مع الكوميساري كيقول لك راه هو القضاء، يعني السائق بقى تائه، ما عرفش اللي منعي في غير يعطي وجهه، ما عرفش شكون اللي يدافع علينا حنايا. يا هذا حنا خدينا هذه المبادره بالاشراف ديال السي الاخ الحسين واللي جمع هاد الاخوان، لان ما جبرنا الابواب كامله مغلقه في الوجوه ديال السائقين. عملنا هذه المبادره، تجمعنا مع هاد الاخوان ومع هاد الوجوه باش نحاولوا نعملوا شي مبادره ندافعوا فيها على راسنا ونوصلوا الصوت ديالنا للحكومه. اول مطلب كنطالبوا به هو عقود العمل، نعرف انا راسي مع بن خدام، ماشي غدا بعدو يجري عليك ما عطاكش الدعم ديال المازوت ديالك يجري عليك. كتدقسينا مشارجع لك التغطيه الصحيه 5000 درهم ما خدامش خصك وهي كطلع عليك، يعني خصنا عقود العمل هي الاولانيه بعدا باش نعرفوا واش مع بن خدامين. زياده على ذلك هادو اللي كيدخلوا مليون ونص في الشهر هو يخلص علينا التغطيه الصحيه، ماشي انا نخلص التغطيه الصحيه ولا بالدرع ماشي مع القوس اليوم من ولاد. سيدنا السلام عليكم، معكم سائق مهني من الصف الثاني بمدينه طنجه. اللي بغينا هي نوصلوا واحد الرساله ديالنا الاخ ديالنا من خلال المنبر ديالكم او من خلال الموقع ديالكم. اللي بغينا نوصلوا واحد الرساله للرأي العام وللمسؤولين على اساس هذه التغطيه الصحيه. بالنسبه للتغطيه الصحيه هذا مشروع ملكي وحنا مع المشروع الملكي، ولكن المشروع ما تنزلش بالطريقه الصحيحه. الطريقه الصحيحه الاخ ديالي وهو ان كان علينا خصنا نطالبوا حنايا بالمقابل ديال التنزيل، وكنطالبوا المقابل ديالنا هو العقد العمل بعدا،
العقد العمل هو الاولاني باش يمكننا نسديو الحاجيات ديالنا ديال الضمان ديال التغطيه الصحيه. ولهذا احنا غادي نوضوا غادي نطالبوا الاخوان ديالنا غادي نطالبوا بالتنزيل ديال مذكره مقابل هذا الاداء ديال التغطيه. ودابا الاخوان ديالنا ما كانش على العلم ديالهم باللي ان غادي تجيهم هاد الديون. ودابا كنطالبوا من المسؤولين من الوزاره كنطالبوا باش ياجلوا لنا شويه المده ديال هاد التاديه ديال الواجبات هاد لان الاخوان ديالنا ما استفدوش من الاخفاق ديال المأدونيه. ولهذا الاخ ديالنا كنتمنى وهذا الراي ديالنا كنصيفطوا كنوصلوا رساله ديالنا للنظائي العام والمواطنين يعرفوا باللي ان حنايا الامور كتبقى بيننا وبين المشغل ديالنا وكنطلبوا من السلطات يتدخلوا ما بيننا وبين المشغلين باش يسولوا الوضعيه ديالنا ويضمنوا لنا الاستقرار في العمل والاستمراريه في العمل. وحنا مستعدين نأديو التغطيه الصحيه نأديو التغطيه الصحيه لان المواطنين ما عارفينش باللي ان الامور كتبقى غير بيننا وبين واحد الشخص مستثمر كيستثمر فينا كيمشي يشري المأدونيه دي بواحد العدد بواحد الثمن وكيضغط على السائق. يعني دابا السائق راه كيتعرض لواحد بزاف ديال الضغوطات وهذا الشيء هذا خصو يعرفوه المواطنين باللي ان الامور ما جاتش عن طريق ان حنا ما خدامينش مع الدوله باش المواطنين غادي يحاسبونا. ولهذا كنطالبوا عاوتاني لو كان المسؤولين يعطيونا الترخيص للسائق المهني راه غادي يمكن له يحسن اولا جوده الخدمات ضروري غادي يحسن جوده الخدمات وممكن يتابعونا ويحاسبونا ويحاسبونا كيف ما بغاو هما. ولهذا دابا كنطالبوا هاد التأدية ديال التغطية الصحية يتحملها المشغل ديالنا لأن حنايا ما عندناش مشروع خدامين حنا خدامين حنايا سائقين مياومين خدامين بالنهار ديالنا سائقين مياومين حنا ماشي فحال ديك النجار والخياط والحداد اللي هو مو المشروع. إذا شكون اللي خصو يؤدي التغطية هما الباترون ديالنا والمواطنين ما عارفينش هذا الشيء هذاك عارفين كيسحبنا حنا خدامين مع الدولة وكان دفتر التحملات والمسائل هما كيخليو المسائل بيننا وبين الباترون كيعمل فينا اللي بغى ها اللي طالب له ما عرفش شحال الثمن ها اللي طالب له 300 درهم 400 500 درهم يعني هذا اللي كيخلي الخروقات ديال السائقين والمواطنين ما عارفينش. اذا باش نحيو هذه الخروقات اخي اخوان ديالي هو اننا غادي نطالبوا بالتنزيل ديال المذكره 444 اللي كتضمن لنا الحقوق ديالنا وكتضمن لنا حتى الباترونيس يديروا الشبكه ويديروا هذا العقد العمل مع السائقين. إذا حنا دابا غادي نجمعوا الإخوان ديالنا وغادي نطالبوا المسؤولين بالتنزيل ديال المذكرة 444 مقابل التأدية ديال هذه التغطية الصحية. وتحياتي للجميع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.